تعطينا نصائح باش واحد ممكن يهدي نفسه اللي يكون يعاني من الفوبيا، كيفاش يتعامل معها؟ Alors, أنا le conseil que je peux donner, c'est la phobie ou هاد الأعراض تاعها يسونغيجيستر في الجسم تاعنا. يتسجل في الجسم، يتعود عليها الجسم. يعودوا دي ميموار في الجسم تاعنا. دونك بويسك الجسم تاعنا عنده دي ميموار هذو نيجاتيف. عنده ذاكرة. عنده ذاكرة سلبية. سلبية. دونك واش نعلموه؟ نعلموه pour avoir des mémoires positives avec la relaxation la respiration التهدئة التنفس كاين في يوتيوب بزاف les exercices de relaxation des séances d'hypnose aussi la respiration à chaque fois qu'il نهضروا de la respiration تمارين التنفس voilà تمارين التنفس ولا هل لازم يروحوا يشوفوا دكتور نفساني او مختص alors la phobie qui تعود خوف شويه برك par exemple le خوف من الحنش ماشي tous les jours كي راح تلاقاي بالحنش donc non c'est des phobies شويه ça dépend وين تكوني ساكنه ممكن تكوني ساكنه في الصحراء كاين par exemple تلقاي وحده عندها لا فوبي من الحنش مي جامي في حياتها تلاقات مع حنش صح دونك ما على بالهاش فاش تعرف باللي عندها لا فوبي تاعها باسكو ليسبري تاعها لا انريجستري سوا شفتو في لا تيلي سوا هدرت لها يماها ولا باباها باسكو كاينه لا فوبي اللي تمشي من الافكار بالافكار دي بارون تقول له ولدك صغير تقول له صح من كثر ما تخوف بالك بالك هذاك الحنش بالك الطريق بالك سوسي بصح تي برون با لو طون باش تفهميه علاه بالك لازم الوالدين ما يزرعوش الرعب في ولادهم فوالا ولا الخوف فوالا ولا باغ اكزومبل بالك يضربوك برا سا او فور يا ميزور سا كري لا فوبي سوسيال C'est le conseil qu'ils me donnent les parents. Ou لازم واحد يروح يشوف الدكتور. Alors si la phobie خلاص القلق ما تقدريش تقدري تخدمي ما تقدري تخرجي ما تقدري لا يفو كونسولتي. ما تقدريش تعيشي لازم تروح عند الدكتور. Parce que وحده impossible.